صفحة 28. فين؟ ثم هذا النظر كافي في معرفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل البيت الأطهار الصحابة الكرام الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الحشر والقرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا عند الكلام في أول واجب، عند التنبيه ما مررنا عليه في هذه العقيدة من أن أول واجب هو إيه؟ أول واجب النظر. يعني اختلفت الأقوال وتعددت في بيان أول واجب، لأن التكليف معناه إيه؟ معنى أنك مكلف، يعني في إيه؟ فيما هو واجب وفيما هو حرام وفيما هو مستحب، هذا هو إيه؟ الأحكام التكليفية الخمسة. فبالنسبة للواجب، أول واجب على المكلف ما هو؟ اختلفت وتعددت الأقوال. أول واجب النظر، وهذا مذهب جماعة منهم مين؟ الشيخ الأشعري، وذهب الأستاذ اللي هو مين؟ وإمام الحرمين اللي هو الجويني، إلى أن أول واجب القصد إلى النظر، يعني جعل شيء قبل النظر، هو إيه؟ القصد إلى النظر. يبقى النظر ليس أول واجب، بل هو إيه؟ رقم 2. ومعنى القصد إلى النظر شرحت قبل ذلك، توجيه القلب إليه بقطع العلائق المنافية له، ومنها الكبر والحسد والبغض للعلماء الداعين إلى الله سبحانه، وتطهير القلب من هذه الأخلاق أول هداية الله تعالى للعبد. وقال القاضي مين؟ أبو بكر الباقلاني. قال أول واجب ليس هو النظر، وليس هو القصد إلى النظر، وإنما هو إيه؟ أول جزء من النظر. وقيل أول واجب المعرفة، ويعزى للشيخ. الشيخ مين؟ الشيخ الأشعري له قولان، أول واجب هو إيه؟ والقول الثاني أول واجب هو إيه؟ المعرفة. وهذان القولان ليس بينهما تعارض. ليه؟ وذاك يقول وهو في الحقيقة، يعني هذا القول اللي هو القول الثاني للأشعري غير مخالف للقول الأول. ليه؟ لأنه أول واجب عنده إيه؟ مقصد هو المعرفة، لأن الأمور مقاصد وإيه؟ ووسائل. وأول واجب وسيلة هو إيه؟ هو النظر، لأن المعرفة لا تتم إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو. يبقى هذان قولان للأشعري لا يخالف أحدهما الآخر، لأن هذا إيه؟ لأنه نظر، يعني عندما قال أول واجب اللي هو المعرفة نظر إلى أول ما يجب مقصدا، وغيره نظر إلى أول ما يجب امتثالا وأداء. ثم قال الشيخ مين؟ السنوسي. قال وإنما اخترت من هذه الأقوال. ما الذي اختاره مين؟ اختار الإمام السنوسي.
انه اول واجب النظر. ايه سبب هذا الاختيار؟ لتكرر الحث على النظر في الكتاب والسنة حتى كأنه ما هو لا يمكن يكون مقصد، لأن المقصد هو إيه؟ والمعرفة. ولذلك قال حتى كأنه مقصد بخلاف ما قبله من الإيه؟ من الوسائل. فإنما إيه؟ أخذ من قاعدة أن الأمر عن الوسائل اللي قبل كده، في قاعدة أن الأمر بالشيء أمر بما يتوقف عليه من فعل المكلف. يعني إذا أمرنا مثلا بالمعرفة وهي متوقفة على النظر، فيكون الأمر بها أمر بما يتوقف عليها. واضح؟ وفي تلك القاعدة إيه؟ نزاع. ثم ده اللي احنا وقفنا عنده، مش كده يا شيخ محمد؟ ثم هذا النظر كاف في معرفة، لسه هو كده إلى الآن لم ينتهي من إيه؟ من الأقوال، لأنه سيذكر بعد ذلك قول مين؟ ها؟ قول المعتزلة أن أول واجب الشك، وحيذكر بعد كده أقوال أخرى. أظن كده انتهت الأقوال ولا لسه؟ وذلك يقول فهذه ستة أقوال، ستة، وإحنا قلنا هم أكثر من ستة، يمكن 12 أو 13. معاك الكتاب ولا تقرأ منه؟ اقرأ يا شيخ محمد يلا. هذا النظر كاف في معرفة تعالى وإن كان بغير معلم خلافا للإسماعيلية. نعم حصوله بغير معلم عسير في غاية العسر. يعني لا ده لسه هيعرف المسألة دي. النظر ده يكفي في معرفة الله تعالى وإن كان بغير معلم؟ يعني واحد يقول لك النظر يكفي في أن يوصلك إلى المعرفة، لكن هل لازم يكون بمعلم ولا يكون بغير معلم؟ طبعا بيقول ايه خلافا ليه؟ للإسماعيلية. والإسماعيلية قلنا نسبة الى مين؟ الى اسماعيل بن جعفر الصادق، فرقة من الفرق الضالة ولهم عقائد يعني باطلة، و يعني من الفرق الشيعية المنحرفة، وقالوا إن كل نص له ظاهر وله باطن إلى غير ذلك. الإسماعيلية قالوا لازم يكون به، لازم يكون بمعلم. ثم استدرك الشيخ فقال نعم، يعني إحنا نوافق الإسماعيلية إنه يكون فيه معلم، ولكن يمكن أن يحصل به بغير معلم ولكنه في غاية العسر. يعني ممكن يحصل من غير معلم ولكنه إيه؟ عسير. وحصوله بمعلم هو إيه؟ المعتاد، وهو إيه؟ الكثير، وهو الأمر الطبيعي أن يكون هناك إيه؟ معلم. هات كده الشرح. قوله خلافا ثم هذا النظر كاف في حاجة قبله، قوله ثم للترتيب الذكري، قوله خلافا للإسماعيلية فرقة ضالة أثبتت الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق. فرقة ضالة، خلاص، ضالة ومضلكم. وقالت النظر لا يكفي، أثبتت الإمامة لإسماعيل. احنا قلنا من عقائد الجماعة دول انه الإمامة تكون فين؟ في الابن الأكبر، مش كده؟ لكن إسماعيل ده مات في حياة أبيه، ومع ذلك هذه الفرقة أنكرت موت إسماعيل. وكيف يكون إمام وهو ليس على قيد الحياة؟ قال وإن أباه اللي هو جعفر ادعى أنه مات خشية أن يقصد بالقتل،
ها ماذا قالت الإسماعيلية؟ قالت النظر. قالت النظر لا يكفي في المعرفة إلا إذا كان من معلم معصوم للأمن من الخطأ. يعني عاوزين معلم ومش أي معلم، ده معلم معصوم لأنهم قالوا بعصمة الأئمة للأمن من الخطأ. يعني إذا لم يكن المعلم معصوما يمكن يخطئ فيوصلني إلى إيه؟ إلى الخطأ أو إلى الضلال وليس إلى المعرفة. وما دام الزمان موجودا فلا بد من وجود معصوم فنفتش عليه حتى نجده ونطلب منه أن يعلمنا النظر. يعني طالما الزمان موجود ولم تقم الساعة يبقى لا بد من وجود معصوم. طبعا هم يقولون بعصمة إيه؟ الأئمة. أما أهل السنة يقولون أن العصمة قاصرة على مين؟ على الأنبياء فقط، ما فيش عصمة بعد مين؟ بعد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لكن هم من عقائدهم أنه في إيه؟ طالما الزمان موجود، يعني عندهم لم تختم العصمة، لم تنتهي الإيه؟ العصمة. طالما الزمان موجود، احنا نقول العصمة انتهت حتى ولو كان الزمان موجودا. ليه؟ لانقطاع النبوة. اما هم يقولون ببقائها طالما الزمان موجود، يعني حتى تقوم الساعة. طب اين هو الامام المعصوم؟ يقول لك فتش، فنفتش عليه حتى نجده ونطلب منه أن يعلمنا النظر. واضح؟ والذي قالوه واضح أيضا في البطلان، أفرض بحثنا عنه ولم نجده ومتنا ومات من، كيف يكون التكليف بأمر لا يمكن أن يكون في طاقة الإنسان؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. كيف أبحث عليه؟ حبحث عليه فين؟ في مصر ولا في إيران ولا في الهند ولا في الصين؟ دور وابحث. وده حيفتح الباب للادعاء. لما تروح تدور واحد يقول لك يلقاك ملهوف، يقول لك أنا اللي أنت بتدور عليه، أنا الإمام المعصوم، فيفتح الباب ليه؟ للانحرافات. والعصمة والعصمة عندهم ليست خاصة بالأنبياء والملائكة. يعني العصمة عندهم ليست خاصة بالأنبياء، وطبعا الملائكة عندنا أيضا معصومون، لا يعصون الله إيه؟ لكن عصمة الملائكة غير عصمة الأنبياء. العصمة هنا في النبوة لا تنافي الإيه؟ المحنة، يعني الابتلاء، يعني في الاختيار. يعني النبي مثلا معصوم لكن عنده القدرة على الإيه؟ على المعصية، ولكنه لا يعصي بخلاف الملك، ليس بقادر، يعني مجبول، لا يتأتى منه إلا إيه؟ فالعصمة هنا بحكم إيه؟ خلقته، وليس عنده اختيار كإيه؟ كالأنبياء. هذا وظاهر كلام الشارح أنهم يقولون بكفاءة مطلق معلم. يعني طالما في معلم يبقى يعني يكفي أي معلم، مطلق معلم، مش لازم يكون معلم من آل البيت أو من نسل الأئمة. طالما هو يعترفون بأنه معلم خلاص مطلق معلم، وليس من إيه؟ من الذرية. أو ممكن برضو مطلق معلم، يعني مش شرط إن هو يكون معصوم أو غير معصوم، ومش شرط يكون برضو من آل بيت، مطلق معلم سواء كان في العصمة أو في غيرها أو من الذرية أو من غيرهم إلى آخره. وليس كذلك كما إيه؟ كما علمت، بل يقولون إيه؟ بل لا بد من كونه معصوما. ادخل على المعتزلة. قوله في غاية العسر، هي يعني يمكن يحصل بغير معلم اللي هو ايه؟ او ان يكون كاف، او حصوله يعني في ايه؟ في الوصول الى المعرفة من غير معلم، ولكنه في ايه؟ في غاية العسر. ليه؟
لأن المعلم محتاج إليه، يعني بنحتاج إليه في الإرشاد للمقدمات وفي بيان كيفية النظر. أهدي إيه وظيفة المعلم، يرشد للمقدمات، يعني يقول لك كيف تكون المقدمات أو يرتبها، ثم بعد ذلك يقول لك كيف تتم عملية النظر. احنا قلنا النظر حقيقته ترتيب أمور معلومة ليتوصل بها إلى مجهول، أو وضع معلوم على حسب ما مر من تعريف النظر. يلا. وقالت المعتزلة أول واجب الشك. إذا كم قول دلوقتي، كم قول مين؟ الأشعري له قولان وقلنا مش مختلفين، وبعد كده إمام الحرمين إذا كم كده ثلاثة، بعد كده القاضي أربعة، أول واجب المعرفة اللي هو القول الثاني كده إذا كده إيه مع بعض كده، الخامس هو قول مين؟ قول المعتزلة. في قول ثاني سادس، هم قالوا هو يقول ستة أقوال. وقيل أول واجب الإقرار بالله وبرسله، يبقى كم كذا مجموع الأقوال؟ كم؟ ستة، خلاص. وفي أقوال أخرى قلنا وصلت إلى كم قول؟ إلى 12 قولا، يعني الستة المذكورة، والسابع الإيمان، الثامن الإسلام يعني النطق بالشهادتين، التاسع اعتقاد وجوب النظر، يعني مش النظر ولا جزء من النظر ولا القصد، إنما اعتقاد وجوب له، لأنه لو لم يعتقد أنه واجب لا ينظر. العاشر أول واجب التقليد، 11 وظيفة الوقت، 12 التخيير بين المعرفة والتقليد، يعني أنهاها بعضهم إلى إلى كم قول. نسمع قول المعتزلة، حاجة غريبة ما يقولش بها حتى إبليس. أول واجب عندهم أول واجب الشك، وذلك الشيخ هنا هزأهم. ها شوف كده يلا شوفهم. وقالت المعتزلة أول واجب الشك وهو فاسد، أما على أصلنا ده هو فاسد، مش على أصلنا إحنا فقط، حتى على أصول المعتزلة. ها أما على أصلنا فلأن الشك مطلوب بالشرع زواله، فكيف يطلب حصوله؟ يعني بالعقل كده، ده إحنا الشرع طلب زوال إزالة الشك، فكيف يكون الشك أول واجب؟ يعني معناها كده بيطلب الشرع حصوله مش زواله، وهذا معناه ما معناه؟ أي معنى إذا كان هنا أول واجب الشك مش كده، وبيقول لك الشرع أمر بإزالته، فكيف يكون أمر بتحصيله؟ يبقى هنا تناقض. واضح ولا مش واضح؟ كمل يا أخي. فكيف يطلب حصوله؟ أفي الله شك؟ شوف كده، أفي الله يعني هنا الاستفهام ده إنكاري، أفي الله شك؟ يعني بينكر، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر، إذا كان ربنا أنكر وعلى ألسنة الرسل فيجي بعد كده يأمرنا نشك. بس يبدو دول أخذوا مذهب مين؟ ديكارت، لما قال أنا أشك فأنا مذهب. فهو مش معقول زي ما احنا فاهمين كده انه يطلبون الشك، يقول لك الشك ليس مطلوب، زي كأنه الشك وسيلة، انك لما تبدأ تشك تبدأ توازن وتبدأ تفكر وبعدين توصل، فكأنه يعني أقول لك شك في الأول عشان أفرض أنا قعدت في الشك وما عرفتش أخرج منه. يعني مذهبهم بعيد، حتى لو أردنا أن نحمله على محمل حسن مش نافع. أقول لك الأول شك، يعني أكفرك الأول وبعد كده عشان أوديك للإيمان من باب الكفر. يبقى هو فاسد على على أصلنا. ليه؟ لأنه احنا عندنا التحسين والتقبيح شرعي، وذلك بيقول لك مطلوب بالشرع على أصلنا احنا،
طب خلينا على اصولهم هم، طبعا عندهم ايه؟ الشك كفر مش كده، والكفر قبيح مش كده، والتحسين والتقبيح عقليان، فكيف نؤمر به؟ ها به وهو قبيح، والعقل لا يأمر الا بما هو حسن وهذا ايه؟ قبيح. فهو لا نافع لا على طريقتنا ولا على طريقتهم. يلا كده، فلا يكون ايه؟ واما على اصلهم، واما على اصلهم فلان الشك كفر وهو قبيح عندهم لعينه. يعني قبيح عندهم لعينه، يعني قبح ذاتي، انما احنا القبح عندنا مش لعينه ولكن لنهي الشرع عنه، فاحنا بندور مع الشرع، امر به يبقى ايه؟ حسن، نهى عنه يبقى قبيح، لكن يقول لك لا هو قبيح من غير ما يجي شرع لعينه، فلا يكون عندهم مامورا به لانه قبيح ليه؟ لعينه، يعني لذاته. وقيل ده قول ايه ده؟ جديد ده، زائد على اقوال المعتزله. وقيل اول واجب ايه؟ الإقرار، يعني تقر تنطق تقول أشهد أن لا، النطق بالشهادتين، الإقرار بالله وإيه وبرسله عن عقد إيه للإسلام، يعني من قيادة أو النطق، وإن لم يكن وإن لم يكن علما، يعني وإن لم يكن عن علم، يعني حتى ولو كان إيه عن تقليد، وسيأتي إبطاله. إبطال إيه؟ إبطال هذا القول اللي هو أنه أول واجب الإقرار بالله وبرسله عن عقد مطابق، يعني لازم يكون العقد ده مطابق، يعني موافق للحق أو موافق للواقع، وإن لم تكن هذه المطابقة عن علم بل كانت مثلا عن تقليد أو عن ظن إلى غير ذلك، وسيأتي إبطاله عند إبطال القول بصحة إيه؟ التقليد. فهذه كم قول؟ ها؟ فهذه أقوال ستة في أول ما يجب، أضف إليها الستة الأخرى يبقوا كم؟ 12 هي الأقرب. يعني دل طبعا قلنا في النظر في أقوال كثيرة، الستة اللي هو الشيخ اقتصر عليها واختار منها إيه؟ ها؟ أنه أول واجب إلى النظر. طبعا في التحقيق العلمي انه هذه الاقوال كلها احنا قلنا في طريقتين، في طريقه يمكن تكون الاقوال دي ليس بينها تعارض، يعني اول واجب اللي هو ايه النظر، لانه اول واجب وسيله، اول واجب المعرفه يعني اول واجب مقصد، اول واجب القصد الى النظر يعني توجيه الايه القلب انه في موانع حتمنع، برضو ده وسيله. طب اول واجب اول جزء من النظر برضو ده ايه؟ وسيله. وهكذا، فلا تعارض بين الايه؟ بين الاقوال، لانها كلها مكمله لايه؟ لبعضها. لكن في لا القصد اول واجب النظر الاربعه، لا الشك، لا الشك ده خلاص ده مطلوب، ده قبيح عندنا وعندهم خلاص كده، وحتى القول ده يبقى. إذن هذه الأقوال كلها مردودة، في بعض العلماء رد الأقوال دي كلها إلا إيه؟ أن أول واجب هو إيه؟ ها؟ لا المعرفة، لأنه ما فيش تعارض بين المعرفة والنظر، لأن النظر وسيلة تؤدي إلى المعرفة، أول واجب هو إيه؟ المعرفة. طيب كيف ترد الأقوال دي؟ نقتصر على المهم منها، يعني مثلا اللي قال أول واجب النطق بالشهادتين، السؤال هنا أن يقال له إيجاب النطق بهما يعني بالشهادتين إن كان مع وجود ما يضاد مدلولهما في القلب من شك ونحوه فهذا إيجاب للنفاق، يعني كيف نؤمر بالنطق بالشهادتين والقلب في شك أو في مثلا إيه عقائد مخالفة، فلا يمكن أن يكون أول واجب النطق بالشهادتين مع وجود الضد في القلب،
لأنه في هذه الحالة حيكون إيه؟ ربنا أوجب علينا النفاق، انطق ومش مهم اللي ينفع. طيب افرض بعد تفريغ القلب من ذلك، يعني الأول تفرغ القلب من العقائد الفاسدة الباطلة، وأنا شفت هنا في لجنة الفتوى والأزهر كان لما يجي واحد يدخل في الإسلام يلقنوه أو يعلموه النطق بالشهادتين ويشرحوهم باللغات اللي هي ممكن يكون فرنسي ألماني بحسب اللغة اللي بيتكلم بها، فأنا شفتهم يقولوا له إيه، قول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الشهادتين، روحوا يقولوا له إيه لا يكتفون بهذا، قولوا قول أشهد أن عيسى عبد الله وكلمته ألقاه، ده بليدي عشان يقولك عنده في قلبه عقيدة مخالفة اللي هي إيه أنه المسيح ابنه، فلازم يتبرأ ويفرغ القلب من العقيدة دي الأول. أفرض قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى ابن الله، ينفع؟ يبقى لازم يبقى هنا ما ينفعش يكون أول واجب النطق. ليه؟ لأنه إذا كان مع وجود ما يخالفهما في القلب فهذا إيجاب للنفاق، وإن كان بعد تفريغ القلب من ذلك فأول واجب هو الجزم بما في القلب بعد تفريغه لا نفس النطق. ده رد الايه؟ القول بانه اول واجب هو ايه؟ طيب القول او رد القول بانه اول واجب، طبعا ذكرنا في الاقوال غير الستة، اول واجب التقليد مش كده؟ ده من ضمن الاقوال بس مش في الستة. كيف ترد هذا القول؟ تقول إن المعرفة لا تحصل به. هل المعرفة تحصل بالتقليد؟ لأنه ليس معرفة وليس علما. خلاص كده يبقى لا يمكن يكون أول واجب التقليد لأنه إيه؟ ليس معرفة وليس علم. طيب بيان رد القول بأن أول واجب القصد إلى النظر اللي هو قول مين ده؟ قول إمام الحرمين. أن يقال، شوف رد القول ده، لا يختص القصد بالواجبات. يعني 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 هل يكون القصد واجبا لأن النظر واجب؟ قال لك أبدا، القصد ده ليس مختص بما هو واجب، إذ كل متوجه إليه لا بد من التفرغ له من الشواغل العائقة، أي شيء تتوجه إليه وإن لم يكن واجبا. يبقى كيف يكون القصد واجب؟ يبقى القصد ده ليس مختصا، يعني قد تقصد أمر مستحب ليس واجبا، فكيف يكون القصد إليه واجب وهو اللي حيوصلك إليه القصد ليس واجبا، لأن القصد غير مختص به بالواجبات. ده في قول ثاني انه اول واجب هو ايه؟ اول جزء، مش كده؟ يعني النظر على ايه؟ على مراحل، في مقدمة اولى، مقدمة ثانية، مقدمة بعدها، فقالوا اول واجب هو اول جزء. الرد القول ده بان الجزء لا يستقل بالمفهومية. الا ترى ان صيام نصف يوم أو ثلث يوم لا يصح؟ كذلك معرفة أول جزء لا تصح، لأنه مع يعني إما كل كيف يعني فتؤمنون ببعض، لازم يكون الإيه؟ ما ينفعش تتجزأ. طيب بيان رد القول المشهور بأنه أول واجب هو إيه؟ النظر، رغم أنه هو اللي اختاره مين؟ قال لك أن يقال هذا النظر لا يخلو إما أن يكون هو أول الواجبات مع قطع النظر عن النية الصحيحة أو لا، الثاني باطل، الثاني اللي هو إيه؟ النية مش صحيحة،
احنا قلنا مع قطع النظر عن النية الصحيحة او لا، يعني مع ايه؟ لا يعني مع نية غير صحيحة، وهذا باطل وواضح، لازم يكون النية ايه؟ صحيحة. والمقدم في البطلان مثله، يعني اذا كان التالي باطل فالمقدم ايه؟ باطل، لتداخله، لانه التالي مبني على الايه؟ المقدم، لتداخله مع الاول، لان النية هي القصد، مش كده؟ يبقى اذا لم يصح على هذا الا ان اول واجب هو المعرفة. واجزم بان اولا، الشيخ اللطاني، مما يجب معرفة وفيه خلف، يعني الاقوال الاخرى. يبقى لكن عندما ذكر انه اول واجب المعرفة قال لك لابد ان تجزم بهذا، وهو المشهور في كتب العقائد والكلام، قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا، وفسر ابن عباس وهو حبر الأمة قال أي ليعرفون. والأقوال كلها ممكن لا تسلم من النقد والاعتراض إلا إيه؟ القول بالإيه؟ بالمعرفة. مع أني قلت لكم أنه لو قلنا بأنه أول واجب المعرفة وأول واجب النظر فلا مضادة. ليه؟ لأن أول زي ما قلنا القولان للأشعري، والحمد لله الاثنين بتوعنا ما جبناش حاجة من بره، القولان للأشعري، فيكون نظر إلى أول ما يجب مقصدا اللي هو المعرفة، وعندما قال النظر قال أول ما يجب إيه؟ وسيلة. وذلك بعض السلفية الآن يقول لك الأشاعرة دول دائما يجيب لك في الإيه؟ في المسألة قولان، يعني وكل نص أوهم التشبيه يقول لك أوله أو فوض، يبقى القولان لينا برضه، التأويل بتاعنا والتفويض بتاعنا. وأنتم يا أهل السلفية لستم على شيء. قولوا الحاشية. هو كلام الأمير قبل كده كان بيرجع كلام المعتزلة بتاع الشك إلى التردد أو الفكر الحركة كده، فيقول إلى النظر. ما احنا لسه خرجتها لك، أنا قلت أصلا مش معقول يكونوا طالبين الشك لذاته، يعني هفهم كلام المعتزلة لو إن لم أكن من المعتزلة، برغم بتكون تقول لي كيف فهمت كلامهم وأنت لست أو فتح يا أخي. احنا مش عندنا النظر وسيلة، عندهم التردد او الشك وسيلة، يعني كأنهم لا يقولون ان الشك واجب لذاته بل لانه يوصلك، يعني لما تشك في حاجة هتقعد وراها لحد ما تتأكد. زي انا شكيت فيك انك انت ليه الحرام اللي سرقت كذا، فاقعد اتحرى واقعد اراقبك لحد ما اضبط. هذا هو رأي المعتزل إن كنت قد أصبت. أنا أصبح معقول والشيخ هنا قال لك كيف، يعني قال لك ده مطلوب إزالته فكيف يطلب، وقال تناقض مش كده، ده من من حرقته وشدته عليه. لكن عند الإنصاف ما نقولش كده، يعني المعتزلة مش مجانين مثلا ولا كيف، وده حتى الكفار ما أوجبوا هذا الشيء، بس هو زي ما نقول تردد لحد ما أنت في البداية عمرك ما هتجزم من أول شيء، لازم ترتب المقدمات ترتيب صحيح، والنظر قد يكون في خلل في النظر الفاسد زي ما قلنا، وله وله شروط. الله يشكر. تفضل. قوله الشك أي التردد، لأنه موقع في الحيرة الحاملة على النظر الموصل للمعرفة. لأنه موقع في الحيرة الحاملة على النظر شرح، ده مين اللي شرح؟ هذا الحاملي بس مش السنوسي، السنوسي من الأول قال له منتم، إنما شوف الشيخ الحاملي فهم ما فهمنا أو فهمنا ما فهمنا، قال شوف كده
خلاك تحتار، يعني مش هتنام ولا هيهدالك بال لحد ما توصل لمين؟ للي انت عاوزه. موقع في الحيرة الحاملة على النظر الموصل للمعرفة. فانت وصلت من الشك الى ايه؟ الى المعرفة. واظن والله اعلم، ربما اكون يعني مسرف في القول، في تشبيه بالوضع ده في كتاب الله عند ايه؟ عندما تعالوا مثلا يعني نتحاور او نتناقش في قوله تعالى: وانا او اياكم لعلى هدى او. يبقى هنا المسألة فيها احتمال، وهو التردد بين طرفين حتى نصل الى اليقين. احنا انتم بس احنا على يقين، ده افتراض افتراض. عايز في البداية هم عندهم جهل، عندهم ادراك لطرف واحد اللي هو طرف الكفر اللي وصلوا للكفر. وعايز بداية الامر بس يحط في ذهنهم الطرف الثاني، ولو على سبيل الاحتمال. فيترددوا بين ذلك وبين، يعني زي ما اقول لك والله انت بتشك في كلامك، مش كده؟ انت عندك جزم في شيء واحد، مش كده؟ خذ الطرف الثاني ولو على سبيل الاحتمال زي ما بيقول الشيخ محمد، ثم انظر. واضح كده؟ يعني عادل زي ايه؟ ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن. يعني زي ما عمل سيدنا مين؟ مصعب بن الزبير، كان اول سفراء الاسلام لما راحوا للمدينه. طلع له سيدنا مصعب بن عمير. مصعب بن عمير، ما قلت ابن مين؟ الزبير. مصعب بن عمير، آية بن الزبير ده. مصعب بن الزبير ده غير مصعب بن ده اللي قتل فين؟ في العراق. عارف قصة وصلت لنا قصة ايه؟ مقتل سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه. من عجائب تصاريف القدرة الإلهية إنه أبو مسلم النخعي ده كان شاهد عيان على إيه؟ على الحادثة اللي قتل فيها سيدنا الحسين في كربلاء، ثم إيه؟ فصلت الرأس الشريف وجاءوا بها بين يدي مين؟ عبيد الله بن زياد في قصر الإمارة بالكوفة. ده مصعب بن الإيه؟ الزبير، أخو مين؟ أخو عبد الله بن الزبير، وكان أمير في البلاد دي. فقال أبو مسلم النخعي: قال لقد دخلت قصر الإمارة في الكوفة فرأيت رأس مين؟ الحسين رضي الله بين يدي مين؟ الطاغية ده ابن زياد، ومعه قضيب أو عود من الأرض يعبس أو ينكت يفعل كده شيء غير لائق. قال: فوالله ما مرت بي الأيام حتى رأيت رأس عبيد الله بن زياد بين يدي مصعب بن الزبير. شوف كانت حروب وكذا، فمرت الأيام وانتقم الله تعالى من قتلة سيدنا الحسين، وجيء برأس إيه؟ أمير الجيش اللي هو تسبب في الموضوع، وهو مش هو اللي باشر القتل، ده باشر واحد إذ انبعث أشقاه شمر ده ابن ذي الجوشن. فرأى أبو مسلم النخعي رأس مين؟ ها؟ عبيد الله بن زياد في نفس المكان أو في نفس الموضع. انظر إلى انتقام الحق تبارك، بين يدي مين؟ مصعب بن الزبير. قال: والله لقد عشت حتى رأيت رأس مصعب بن الزبير بين يدي مين؟ المختار بن عبيد الله، تقريبا المختار قبل مصعب. ثم رأى رأس مصعب بين يدي عبد الملك بن مروان. شوف ترتيبها كيف، أول حاجة رأس سيدنا الحسين، وبعد كده رأس مين؟ لا، عبيد الله بن زياد بين يدي مين؟ المختار ابن عبيد الله الثقفي. ورأى رأس المختار بين يدي مصعب بن الزبير، ورأى رأس مصعب بين يدي عبد الملك، وانتهت الرؤوس لحد الحد. عبد الملك لم يقتل، عبد الملك بن مروان. يبقى مصعب من ده، مصعب بن غير لما راح المدينة طلع له سيدنا سعد قال له: اخرج من مدينتنا. فقال له: استمع، يمكن انا اكون على، يمكن افتراض يعني،
يعني جعلوا بدل ما يجزم ببرك واحد جعلوا ايه يدخل الطرف الثاني. قال استمع الى ما اقول، انا حسمعك كلمتين، والله ان اعجبك خلاص مش حخرج اقعد معك، ما عجبكش حلم نفسي وحخرج من المدينة فورا. فلما دعا الى ايه الى تحكيم العقل قبل، قال له انا مش عاوز حاجة، انا قاعد على ابواب المدينة، استمع الى ما اقوله، فان اعجبك يبقى نعمل اتفاق مع بعضنا شو حصل، لم يعجبك سانصرف من المدينة. قال قل ما عندك. فقرأ عليه مش عارف السورة اللي قرأ عليه بعض ايات من القرآن الكريم. فقال له شوف لسه ايتين ثلاثة، كيف يدخل الرجل في دينكم؟ ده لسه بيقول اخرج برا. قال روح اغتسل الايه الاول وتعال عشان اعلمك النطق بالشهادتين. قال فوالله ما انتظر حتى يجف بدنه، جاء والماء يقطر من ايه من جسده وهو يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. قوله أما على أصلنا، أي أما بيان فساده على قاعدتنا من أن الحسن ما حس من أن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. قوله فكيف يطلب حصوله إلى آخره، أي فلا يصح طلب حصوله لأنه ليس في الله شك، فلا يكون الشك مطلوبا، فالاستفهام في الموضعين إنكاري بمعنى النفي. يعني أفي الله شك، استفهام إنكاري المراد به النفي، ليس في الله شك. خلاص كده؟ ماشي. والثاني علة للأول. قوله وأما على أصلهم، أي وأما بيان فساد وأما بيان فساده على أصلهم، يعني على أصل المعتزلة أن العقل محسن ومقبح. قوله وهو قبيح، يبقى الأصل بتاعنا أن التحسين والتقبيح شرعي، والأصل بتاع المعتزلة أنه إيه عقلي. فالقول بأن أول واجب هو الشك فاسد على أصلنا وعلى أصلهم. قوله وهو قبيح عندهم لعينه أي ذاته، وحيث كان قبيحا لذاته فيكون قبحه عقليا. يعني احنا عندنا القبح والحزم ليس ذاتي لأنه شرعي، بمعنى انه العقل لا يحكم فيه بانه، انما الحكم المين للشرع، انما اللي هو لذاته لا يحكم فيه الايه العقل، فيكون قبحه عقليا، وحيث كان قبحه عقليا فلا يتعلق به الامر، فضلا عن ان يكون واجبا. فقول الشارح فلا يكون مامورا به لو سلك طريق الترقي، يعني اللي سلك ده ليس هو طريق الايه الترقي. فقال فلا يتعلق به الامر فضلا عن ان يكون واجبا. يعني هو قال ايه الشيخ؟ قال وهو قبيح عندهم لعينه فلا يكون مأمورا به، مش كده؟ انما لو سلك الطريق الثاني قال فلا يتعلق به الامر فضلا عن ان يكون واجبا، هذا هو طريق ليه الترقي لكان احسن. يعني هذا الذي قاله حسن وهذا الذي افترضه الشارح ايه احسن. هذا وقد يقال يمكن ان مرادهم بقوله اول واجب للشك أي الشك الذي يكون وسيلة إلى المقصود، لا أن الشك مقصود لذاته الذي هو كفر وقبيح، لأن العاقل إذا شك يعجل بالنظر ولا يرضى بالبقاء على الشك. يعني كأنه
هذا هو العدل والانصاف لشرح ايه كلام المعتزله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ايه. لكن المشكله في ايه؟ المشكله مش في كده. المشكله انه ممكن يبقى في الشك ولا يستقلنا. يعني مثلا واحد كان من اللي كان ايام سيدنا الامام الشافعي كان يقول ايه، اللهم ابتليني كيف شئت فستجدوني صابرا. ليه الانسان يدخل نفسه في الامتحان؟ ما ممكن ما ينجحش. اذا كانت المساله حتتم من غير الامتحان خلاص تقول لا امتحني، انا اقول لك انا قبلتك تعال خليك معايا انا حوظفك عندي، تقول بس امتحني. ما يمكن امتحنك تروح ما تنجحش، خليك يعني. فقال له ايه، سل الله العافيه، انا وانت لسنا من اهل البلاء. لانه عند البلاء ما يشتد ممكن تضعف الهمه ولا تستطيع ان تصبر فتبقى مصيبه. فتدخل يعني ليه يدخلون هذه الخطوره من هنا؟ افرض انا صحيح اشك عشان احمل، افرض ما عرفتش او تخبطت في الظلمات او وقعت في شكوك اكبر او اصطادني الشيطان، حينفعك المعتزلة بيه؟ حتبرأ منك واصل ابن عطاء وعمر ابن عبيد ويقولون لك احنا قلنا على فكرنك عاقل ما عرفناكش ايه مجنون. ها وقيل ان اول واجب ما هو المحمل بتاعهم كده، بس في خطورة يعني في مجازفة. الخطورة هنا برضه لما تتعلق بجانب الله فربنا هيوصله لحقيقة، والذين جهدوا فينا لنهدينهم. ده مش هو عشان تجاهد في الله شكر به وشك فيه؟ لا يا اخي ده من البداية قال لك أفي الله شيء، يعني ده معناها المسألة دي مش مطروحة للمناقشة أصلا. زي كان واحد أو زي كان على مذهبك كان يسألوه يقولوا له على اي سؤال يقول فيه قولان، يعني الجواب فيه العدد. واحد اوقعه في شر اعماله قال له افي الله شك، هو طبعا نسي ما خدش، هو على اي سؤال تجيب له الاجابه جاهزه، راح قال له فيه قولان. ولا اقصد كده، ده فيه قولان يعني معناه اختار ده او ده، مش القولان اللي احنا لو قصد كده يبقى قول واحد بالنسبه لي نحن وقول واحد بالنسبه لي هم، انما القولان دول ايه ده خلاف موزع، ده مش خلاف يعني مخير فيه. قول يا اخي. وقيل ان اول واجب الاقرار بالله وبرسله عن عقد مطابق وان لم يكن علما، يعني مهم تقر ويكون العقد ده مطابق، ومش كل مطابق علم خلاص، ما هو التقليد بيبقى مطابق لكنه ليس ايه؟ خليكم معاي، ليس علما. المهم يكون في مطابق، في اعتقاد جازم مطابق، وليس بشرط ان يكون عن علم، يعني تقليد. وسياتي ابطاله، يعني ابطال الكلام ده عند القول بايه؟ بصحه التقليد. فهذه اقوال سته في اول ما ايه؟ ما يجب. الله شكرا. قوله احنا لسه ما كملناش حتى الابدان. وقد يقال يمكن ان مرادهم بقولهم اول واجب الشرط، ما انا قلت لك انا ما انت يعني ومش لازم نعيد ونزيد. قوله عقد اي اعتقاد، يعني اول واجب الاقرار بالله وبرسله عن عقد، يعني عن اعتقاد مطابق، مش كده؟ قوله عن عقد قوله يعني وإن لم يكن علما حتى ولو كان إيه تقليدا، مش مهم يا علم يا تقليد ماشي. قوله وسيأتي إبطاله، أي هذا القول، لكن باعتبار ما بعد المبالغة. نعم لكن الراجح أن المعرفة فين المبالغة هنا يا شيخ؟ هنا الجمهور قالوا في صحة إيمان المقدم. يا أخي تتكلم فيها يا بني آدم، بيقول لك هنا أول واجب الإقرار بالله عن عقد، يعني اعتقاد مطابق، يعني موافق للواقع، وحتى لو لم يكن علما وإن كان إيه ها وإن كان تقليدا، مش كده؟ قالوا عزم التقليد، ما خلاص ما فهم وانت بتشرح. هو القول الحد قوله مطابق مش مشاكل، وإن لم يكن علما وإن لم يكن هي المشكلة، هي المبالغة، هي المبالغة المشكلة.
يعني بالغ يعني، يعني عاوز يقول لك اي قول، اي هذا القول لكن باعتبار ما بعد الايه المبالغة، يعني هو باطل باعتبار ما بعد المبالغة، لا باعتبار ما قبله، لكن الراجح، لكن الراجح ان المعرفة واجبة، وحينئذ فالمقلد عاص لا كافر. ده كلام الشيخ الحامد، ده مش كلام السنوسي، كلام السنوسي ده موضوع تاني. يعني الشيخ السنوسي عنده المعرفة واجبة وجوب الأصول، يعني معناها تاركها كافر، ولا يقول بإيمان بصحة إيمان المقلد، بل يقول بكفره. أما عند الجمهور أو اللي اختاروا الشيخ الحامد بيقول هي واجبة وجوب فروع، بمعنى أن تارك المعرفة يكون إيه؟ يكون عاصيا، وعليه فالمقلد إيمانه صحيح ولكنه عاص، ليس بإيه؟ ليس بكافر. فالقول السادس غير باطل، خلاص كده؟ قوله وهي أي الأقوال الستة، قوله أقرب، فين أقرب يعود عليه؟ فهذه أقوال ستة في أول ما يجب، وهي أقرب، قل وهي أقرب، قوله أقرب، قوله أقرب أي أقرب الأقوال التي قيلت في أول واجب على المكلف وقيل. يعني دي الأقوال القريبة، يعني حاذكر الأقوال اللي مش قريبة، أجابه أجاب الأقوال اللي احنا كملناها، وقيل أول واجب الإسلام، أول واجب الإسلام أي الانقياد للأعمال، وقيل اعتقاد وجوب النظر، يبقى كده أضاف اثنين، وقيل التقليد ثلاثة، وقيل الإيمان أربعة، وستة عشرة، أي الإيمان يعني الأولان اللي هو الإسلام اللي هو الانقياد للأعمال أو النطق بالشهادة. هنا أول واجب الإيمان يعني قول النفس، لأن الإيمان هو حديث النفس التابع للمعرفة، فأول واجب إيه؟ قول النفس، يعني مش قول اللسان، ده حديث نفس، آمنت وصدقت. وقيل ما هو وظيفة الوقت، كده كام؟ 11 مش كده؟ ولا 10؟ فإذا كلف عند الزوال مثلا، يعني مثلا إذا بلغ الحلم أو يعني كان مكلفا عند الزوال، فأول واجب عليه الصلاة، إذا كان بالغا، إذا كلف، إذا انطبقت عليه شروط التكليف. وقيل ما هو من وظيفة الوقت، فإذا كلف عند الزوال مثلا فأول واجب عليه الصلاة وما تتوقف عليه. وقيل وما تتوقف عليه عن الصلاة من وضوء وطهارة وإلى آخره. وقيل التأخير، يعني قيل في أول واجب التأخير بين المعرفة والتقليد، فالجملة 12 قولا، عليك بأن تعدها تجدها كما ذكر لك أو كما ذكرت لك. يلا هات الشرح. قوله من البراهين القاطعة والأدلة الصافية، نجيب الشرح يا مولانا فوق الأول، يا مولانا احنا فوق برضه الشرح، قوله برضه قوله وهو قوله. قوله من البراهين القاطعة والأدلة الصافعة بيان لما وقعت عليهما. فين ما هنا؟ دورة خالص. عرفة فين؟ صفة كام؟ هاي الناس هنا، الناس هنا قاعدين يعني يتربصون 14. شوف كده بيقول في صفة 14. إن أول ما يجب قبل كل شيء على من بلغ أن يعمل فكره فيما يوصله إلى العلم من البراهين القاطعة فيما يوصله، فيما، فقوله من البراهين القاطعة والأدلة الساطعة بيان لما وقعت عليه ما، في الماء، أن يعمل فكره فيما، يعني في الذي يوصله. شوف يبقى هنا تقول هنا عشان ما تنساش في صفحة 29 بيان لما وقعت عليه ما في صفحة 14، يعني عدت علينا 14 صفحة
ودي ال 15 ومع ذلك لم يضل ولم ينسى. وانت بعد سطرين تزيغ سطرين كده تزيغ، فكأنك تقول كلام غير الذي شوف 14 15 صفحة ورجع الى قول يا شيخ تفضل. والبراهين جمع برهان. البراهين جمع برهان، وهو احد اقسام الحجة العقلية. لأقسام الحجة العقلية كم قسم؟ 5. البرهان واحد منهم، برهان وجدل وخطاب وشعر ومغالطة، دي الخمسة. فأولها أو أقواها اللي هو إيه؟ أجلها البرهان. كده شفنا أجلها البرهان ما تركب من مقدمات باليقين تقترن. ده كلام من ده الشيخ الأخضري رضي الله تعالى عنه. وهو أحد أقسام الحجة العقلية، وهو يعني البرهان أحد أقسام الحجة العقلية اللي هي الكام؟ الخمسة. لأن الحجة تنقسم أولا بحسب مادتها قسمين، عقلية ونقلية. يبقى الحجة بتنقسم بحسب المادة وتنقسم بحسب الصورة. بحسب المادة تنقسم إلى إيه؟ عقلية ونقلية. أما بحسب الصورة سيأتي في الإيه؟ في أنواع القياس. والأولى أي العقلية 5 أقسام. والأولى مش كده؟ إحنا فين؟ والأولى هي العقلية والنقلية. والأولى عن العقلية مش كده؟ 5 أقسام: برهان وجدل وخطاب وشعر ومغالطة. فالبرهان ما تركب من مقدمات كلها إيه؟ يقينية. واليقينات 6، اليقينيات 6. بعدين هنتكلم، بس خلينا في صفحة 29. يبقى الحجة تنقسم بحسب مادتها وتنقسم بحسب الصورة. طب خلينا الآن بحسب المادة، عقلية وإيه؟ الأولى اللي هي الإيه؟ 5 أقسام. أولها إيه؟ أو أجلها البرهان، والبرهان يتركب من إيه؟ من مقدمات كلها يقينية، واليقينيات 6. سوف نتكلم عليها اللي هي الحسيات المتواترات في الآخر. يلا يا شيخ محمد. قوله جمع برهان فين؟ قوله جمع برهان، البراهين جمع ايه؟ برهان. قوله جمع برهان من أبره إذا غلا. أبره مش أبره. أبره إذا غلب. لأن التمسك به يعني لما سمي البرهان برهان؟ لأنه أبره يعني غلب، انتصر يعني. إنما الأصح إيه؟ البرهان مش من أبره وإنما من بره. اللي هو إيه؟ بره يعني قطع. البر اللي هو القطع لما فيه من قطع الخصم عن المنازع، لأنه الغلبة قد يكون غلبه بإيه؟ بالجدل أو بغير يعني بغير برهان، يعني كان صوته قوي متمكن، يعني لعل أحدكم ألحن به. إنما البرهان لا، لازم يكون إيه؟ قطع المنازع، هذا هو البرهان. وهو من إيه؟ من بره وليس من أبره. لأن التمسك به يغلب خصمه. يعني هو ذهب إلى أنه من أبره إذا غلب. أبره إذا غلب، لأن التمسك به يغلب خصمه. قلنا احنا إيه؟ الأصح أنه حتى الكلام ده شرحناه في حاشية الباجوري على المنطق، أن البرهان من إيه؟ من البره اللي هو إيه؟ القطر أو البر القطر.
لما فيه من قطع الخصم عن المنازعة. قوله لأن الحجة إلى آخره علة لتخصيص الحجة بالعقلية. لأنه كان خاصة بأن الحجة العقلية فقال لأن الحجة. قوله بحسب إيه؟ بحسب مادتها تنقسم إلى كم قسم؟ ها؟ 2. وبحسب صورتها تنقسم إلى 3. قياس منطقي، تمام كده؟ وهو ما كان مركبا أو من شرطية، وقياس استقرائي. بمادته لا بايه؟ لا بصورته، يعني مش هتعرف تنام عليه وهو لسه خشب قطع، لانه ايه موجود بالايه؟ بالقوه، مش موجود بالفعل، لان الصوره السريريه لم تنشا بعد. قبل التاليف وقبل التركيب يبقى موجود بايه؟ ها؟ موجود بالقوه، اما بعد الترتيب ده يبقى هنا موجود بايه؟ بالصوره. ولذلك بيقول هنا ايه؟ مادة الشيء ما به الشيء بالقوة لا بالفعل، كقولنا العالم متغير وكل متغير قبل التركيب، يعني قبل هذا التركيب. وكالخشب بالنسبة للسرير فهو مادة قبل التركيب، مش كده؟ وبعد التركيب جايه ها صورة، وتنقسم باعتبار صورتها يعني الحجة إلى 3 أقسام: قياس منطقي، وهو ما كان مركبا على طريق شكل من الأشكال الأربعة، وعارفين الشكل الأول، الشكل الثاني والثالث والرابع، عارفينه؟ الشكل الأول هو إيه؟ أن يكون إيه؟ محمولا في الصغرى موضوعا، والشكل الثاني أن يكون محمولا فيهما، والثالث أن يكون موضوعا فيهما، والرابع عكس الأول. طيب قياس منطقي، ما كان مركبا على طريق شكل من الأشكال أو من شرطية واستثنائية. وقياس استقرائي، خلاص كده، وهو قضايا جزئية يثبت بها حكم كلي، نحو هذا الحيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، وهذا الحيوان كذلك، وهكذا. ونتيجة هذا كل حيوان، النتيجة يعني بتاعت القياس ده، كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند الايه؟ عند المضغ، لأنه عملنا استقراء الحيوان ده والحيوان ده. وقياس تمثيل، يبقى القياس التمثيلي هو ايه؟ القياس الأصولي، يبقى القياس اللي عند الأصوليين هو ايه؟ قياس التمثيل، خلاص؟ وهو الحاق، خلينا واقفين عند القياس الاصولي بس، بعد ما نصلي نكمل لحد ايه؟ لحد اول صفحه 30 اللي هي واليقين، بس سطرين 3 بعد ما نخلص، عشان اللي عاوز يروح.
مولانا. بعد ما هنصلي كده 10 دقائق ونمشي ولا نقف هنا وخلاص. والأولى يعني الحجة العقلية 5 أقسام: برهان وإيه وجدل وخطابة وشعر ومغالطة. وحيعرف كل واحدة من الإيه من الخمسة. يبقى البرهان ما تركب من مقدمات كلها يقينية. اقرأ ماشي اقرأ كده قوله بحسب مادته. خلصنا منها ايه؟ لا واقفين عنده قياس تمثيل وقياس الوصول. يعني قولها تنقسم باعتبار صورتها ماشي. إذا بقى الكلام كده ماشي. باعتبار الحجة باعتبار مادتها تنقسم إلى ايه؟ قسمين. ما هما؟ باعتبار الصورة إلى 3 أقسام: قياس منطقي وقياس استقرائي وقياس تمثيل. وقفنا عند قياس التمثيل. وقياس التمثيل ما هو القياس الأصولي. ما هو تعرف ما تبغى ساكت يا زمان مجنون ولا تغاضيت عنك المرة الأولى في المرة الثانية. قياس تمثيل وهو القياس الأصولي يعني هو مسمى عند الأصوليين بالقياس. ما هو تعريف القياس عند الأصوليين؟ إلحاق فرع بأصله أو إلحاق فرع بأصل لمشاركته له في العلة. إلحاق فرع بأصل لمشاركته له يعني مشاركة الفرع للأصل في العلة. نحو النبيذ كالخمر في الإسكار. ولذلك سمي قياس تمثيل يعني مثل الإيه؟ والأرج أرج كالقمح في الاقتيات والادخار. ونتيجة الأول يعني نتيجة القياس الإيه؟ الأول النبيذ حرام. وهو جاب مثالين يعني جاب مثال هو النبيذ كالخمر والمثال الثاني الأرج كالقمح. نتيجة الأول مدامة الخمر مدامة النبيذ كالخمر والخمر حرام جاء النتيجة النبيذ حرام. والأرج الأرج ده زي القمح في الاقتياد والادخار. والنتيجة الثاني الأرج ده والأرج ده ربوي. خلاص كده واضح ده مثل ده نفس الحب. قوله هو الأولى والأولى أشياء اثنين واحد اثنين والأولى قوله هو الأولى هذا تقسيم ثانوي. قوله ما تركب من مقدمات المراد بالجمع ما فوق الواحد لأن البرهان إنما يكون مركبا من مقدمتين. يعني بيقول ما تركب من مقدمات طبعا ده جمع. يقول المقدمات يعني 3. قال لك لا المراد بالجمع هنا في الجمع فين في إيه؟ في مقدمات. المراد بالجمع ما فوق الواحد لأن البرهان إنما يكون مركبا من مقدمتين. خلصنا الصلاة. المقرأ ما ينفعش في الميكروفون إن ما احنا هنخلص بس عشان ما يستغلوش علينا ما ينفعش. فين يا ابني عفان عبد الله؟
حتى نبني حد من ال... عشان اصله سكتنا في اول مره خلاص هيقيسوا على حب قياس التمثيل. لا هم فاكرينه سرادق عذاب. يعمل مقرأ بس ما يعملهاش في ميكروفون. مش مدركين لحاجة. فين يا ابني جبت حد؟ ها؟ هاتنا الإمام هاتنا المؤذن هاتنا الخطيب. لا لازم نوقفهم عند حدهم عشان ما يرجعش. يا مولانا هذا الذي يحصل هذا لا ينفع القراءة في الميكروفون عشان الآن في الدرس واحنا سامعين مش عارفين نعمل حاجة. اقفلوا الميكروفون ده. يا اما نلغي الدروس ونبطل من هنا ما ينفعش الكلام ده. الميكروفون ده ممنوع خلاص العشاء انتهت. اعمل مقرأة بس بدون ميكروفون. نعم؟ احنا موقفين الدرس ومش عارفين نعمل حاجة. يا مولانا يعمل زي ما هو عزيزنا في كلام الجامع مش لازم لازم ها؟ قوله ما تركب من مقدمات المراد بالجمع ما فوق الواحد لأن البرهان إنما يكون مركبا من مقدمتين. يعني هو بيقول تقسيم إيه؟ قوله والأولى تقسيم إيه؟ ثانوي مش كده؟ مش أولي. فين التقسيم الأولي؟ الأول عقلي وبعدين راح قسم إيه التقسيم الثاني. في تقسيم أول وفي تقسيم هذا التقسيم الثاني اللي هي إيه؟ نعم؟ التقسيم الثاني باعتبار المادة والصورة. كيف باعتبار المادة؟ في تقسيم باعتبار المادة في تقسيم باعتبار الإيه؟ باعتبار بقى عقلية وعقلية ودخلنا في العقلية. أيوة الأول قال عقلية ونقلية مش كده؟ باعتبار إيه؟ مادتين. في تقسيم باعتبار صور الرسم. جاء بعد كده يقسم للتقسيم الاولاني فهذا هو التقسيم الثاني. فهمتوا؟ كويس الواحد متماسك كده. فالبرهان ما تركب من مقدمات كلها يقينيه. قوله ما تركب من مقدمات المراد بالجمع ما فوق الواحد لأن البرهان يعني المراد من مقدمات يعني من أكثر من واحدة خلاص. وأما ما يوجد مركبا من ثلاث مقدمات أو أربع فذلك قياس واحد بحسب الظاهر وفي الحقيقة هو قياسان. يعني أما ما يوجد والبرهان إنما يكون مركبا ذلك الفرق بين البرهان والدليل. الدليل ممكن يكون مفرد اما البرهان لابد ان يكون ايه مركبا. لا واما ما يوجد يعني من ايه ها واما ما يوجد من البراهين مركبا آه. اكثر من ثلاث مقدمات او اكثر فذلك قياس واحد بحسب الظاهر وفي الحقيقه هو قياسان خلاص كده. يلا وفي الحقيقة هو قياسان جعلت كبرى الثاني. يعني هو عمل قياس وبعد ما خلص راح ركب ثاني كبرى من الثاني عملها عملها مقدمة أو حتى النتيجة نفسها يعملها إيه مقدمة ويجيب لها إيه يعملها مقدمة قياس ثاني وهكذا. يعني كل ما يعمل قياس يعمل قياس بعض وهكذا زي إيه العالم متغير كده.
وكل متغير حادث وكل حادث لا بد له وكل محدث لا بد له وهكذا شلة تركب 100 أو أكثر أو 1000 جعلت كبرى الثاني ثالث المقدمات جعلت كبرى الثاني كبرى القياس الثاني ثالث المقدمات مع حذف نتيجة الأول التي هي صغرى الثاني يعني دخل ده واحذف ده وركب زي ما انت عاوز فالبرهان ما تركب من مقدمات كلها يقينية يعني مفيدة لليقين واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق سواء كان اليقين ناشئا عن ضرورة ابتداء أو مآلا يعني مآلا يعني هو إيه؟ يؤول إلى الضرورة وليس ابتداء يعني ابتداء يعني في أوله ضروري أما الثاني لا نظري ثم يقول يعني يرجع إلى الضرورة فدخل المركب من ضرورية ونظرية يعني فدخل القياس المركب من ضرورية من ضرورية من ضرورية ونظرية من مقدمة ضرورية ومقدمة نظرية نحن العالم متغير دي ضرورية وكل متغير حادث دي نظرية والمركب من نظريتين العالم حادث وكل حادث دي نظرية ودي نظرية وكل حادث له صانع فإن ذلك ينتهي للضرورة مآلا أما الذي قبله إيه؟ ضرورة ابتداء ومفهوم قوله كلها يقينية أنه لو كان بعضها يقينيا وبعضها ظنيا فلا يسمى برهانا لا بد أن يكون البرهان المقدمات كلها إيه؟ يقينية زي إيه اللي تركب من يقيني وظني هذا لا يفيد البرهان نحو هذا يطوف بالسلاح في الليل بالمشاهدة شايفينه حرك بالسلاح رايح جاي وكل من هو كذلك فهو سارق فالأولى ليطوف بالسلاح ضرورية وليه هي ضرورية حيقسم بعد كده قال لثبوتها بالمشاهدة والثانية ظنية اللي هي ايه كل فهو لص أو فهو سارق هي ظنية وليست ايه يقينية فحنقف عند قوله واليقينيات ستة اللي هي الأوليات وإيه ثاني والتجريبات والمحسوسات والبدهيات فحيأتي الكلام فيها إيه إن شاء الله تعالى فقلنا الحجة العقلية الحجة العقلية تنقسم إلى كم قسم وقفين على إيه البرهان تعريف البرهان وتعريف الجدل وتعريف الخضابة والشعر إلى غير ذلك إن شاء الله تعالى خلاص في حاجة مش واضحة أو شيء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ووقعنا عن ذكر الغافل اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر
كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم اغفر لنا ولسائرنا وجميع المفكرين وسيدنا واذهب عنا الغم والحزن رب العالمين وشر شؤوبنا واصلح احوالنا وبلغنا منا وارضيك امالنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله سيدنا موقنين بها عالمين بها اللهم واجعلنا واحبتنا عند الموت ناطقين بكلمتي الشهاده عالمين بها يا رب العالمين. واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وهيئ لنا من امرنا رشدا وجنبنا الزين والخلل والفساد والنقص يا رب العالمين يا نعم المولى ويا نعم النصير. اعط كل ذي سؤل سؤله واقض لكل واحد منا حاجته فإن خزائنك مملوءة لا تنفد أبدا. اللهم إنك واسع العطاء واسع الكرم واسع المغفرة فأعطنا يا رب العالمين أعطنا وأكرمنا ولا تحرمنا ونتوسل إليك بأسعد مخلوقاتك صلى الله عليه وسلم في جميع حوائجنا أن تقضيها لنا يا رب العالمين وأن تجمعنا على العلم النافع وأن توفقنا لما تحب وترضى. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله